تحت رعاية سمو الشيخ زين بنت خالد بن عبد الله آل خليفة رئيس مجلس أمناء مؤسسة المبرة الخليفية، أقامت المؤسسة الحفل الختامي لبرنامج إثراء الشباب الذي تنفذه في نسخته الثانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والذي يعتبر نتاج سنوات من التخطيط والإعداد والمتابعة والتنفيذ المتواصل. احنا كل سنة شيء جديد، كل سنة نسوي أنشطة وأشياء. طبعا احنا هو برنامج تعليمي من غير تعليم، يعني بالتدريب، فكل سنة نطور برامجنا ونطور الأنشطة على حسب سنهم وعلى حسب انهم حين، يعني مثلا عندك احنا فئة البنات صارت اهتماماتهم تختلف، فالأشياء اللي بتطبق على البنات بتختلف عن الأولاد على حسب اهتماماتهم وعلى حسب قدراتهم اللي في هذه السنة لاحظناها وين تطوروا وشنهم مجال تطورهم. المجال اللي تطوروا فيه خلاص احنا ضمنناه، فنبتدي في المجال اللي هم اضعف فيه. وطبعا مثل ما تعرف فارق السن اما 14 وبعدين 15 16 تفرق القدرات في هذه العمر على حسب العمر ان شاء الله، وبتفاجئون. البرنامج كان معدا لسنة واحدة، سرعان ما تطور ليمتد لأربع سنوات، رغبة حثيثة من مؤسسة المبرة الخليفية في حصد المزيد من نتائج البرنامج الإيجابية، وفي مشاركة عدد أكبر من الطلبة والطالبات لمزيد من الاستفادة لأكبر شريحة ممكنة تستطيع الوصول إليها من الشباب المتطلع للريادة والقيادة والعمل الجماعي والمعرفة وخدمة أهداف المجتمع والوطن. زين اليوم شعوري لا يوصف، وايد حلو ان اليوم نختم البرنامج بعد مرور شهرين. كان برنامج حافل، وان شاء الله ان مثل ما انا فت استفدت من الطلبه، وان شاء الله كل هذه لصالح البحرين. برنامج الحفل الختامي معرض يجسد مراحل التعليم والورش والندوات التي شملت البرنامج لهذا العام، والذي يؤكد مدى حرص المؤسسة على دعم الطلبة ليكونوا قادة متميزين وأصحاب قرار واع، ويمثلون إضافة واضحة في مجتمعهم متمسكين بالقيم والمبادئ التي أكدها ديننا الإسلامي الحنيف بالتسامح والمحبة والتآلف والتعاون وقبول الآخر. والله الحمد لله، يعني الإقبال اللي صار علينا الإعلاميا حضور كله، يعني الطلاب كلهم مستانسين ما شاء الله. بالنسبة لنا حين إثراء رقم 2، الحمد لله بالنسبة حق إثراء الأول وايد كان في تطور، وايد من الطلبة من التدريب من المادة اللي نقدمها لهم الحمد لله تطوروا، وبشكل عام يعني الحمد لله أنه أنجح. وطبعا احنا بصفتي طالب طبعا اكيد بتعب انه بدون ويكند، بس الحمد لله يعني تعب اللي تشوفه في اخر يوم التعب على الطلاب، الحمد لله التعب يونس ويفرح ويخليك تحس انك انت سويت شيء في ذاتك ولهم. برنامج إثراء الشباب له دور كبير في دعم الشباب البحريني والعمل على تأسيس شريحة من الشباب المتميز في المجالين العلمي والعملي، عن طريق تعزيز وغرس القيم القيادية لديهم وتنميتها وجعلها منطلقا ينهض به مستقبل الشباب والوطن سوياً.